كابتن علاء، نتكلم من البدايه. الماتش صعب لان في ناس مستسهله، بس انا اتكلمت على حته المكسب الاولاني مش عايزين ننساه. ازاي نستغله ايجابيا مباراه العوده؟ طيب، هو مبدئيا مفيش حاجه اسمها مباراه سهله في كره القدم مبدئيا، خصوصا المباريات دي اللي تاهلك للنهائي. دايما كل مباراه بتبقى ليها تركيز عالي جدا. انت ليك 1-0 في الترجي، دي حاجه كويسه تديك ثقه وتديك دفعه كويسه، لكن مش هديك اللي هو المبدا الناس خايفه منه. اعتقد ناس قليله جدا بتتكلم في الموضوع ده، ان هو انت تبقى نازل مطمن وفي شويه اطمئنان. مش عندنا في النادي الاهلي. ما انا بقول لك، لا مش يعني اللي انا الموضوع ده مش موجود في النادي الاهلي خالص. صح. النادي الاهلي مثلا بتبقى غالب اول ماتش 3-4، وتلاقي الماتش الثاني المدير الفني مقلقك من المباراه، مع انك انت احسن بكتير بكل حاجه. صح. عشان كده بقول لك النهارده لا، المباراه هي بس التركيز هيبقى اعلى كمان يا ايمن. مش مظبوط، التركيز هيبقى اعلى كويس قوي. 1-0 نتيجه مطمئنه، لكن لسه احنا في الاستوديو اللي فات كان هاني ما كانش موجود معانا، قلنا بالظبط، اتفقنا كلنا، قلنا انت حطيت قدم في النهائي. صح. لكن لسه ان شاء الله قدم الثانيه النهارده تبقى المباراه بتاعتك لعب ونتيجه. بس الكلام ده كله هيجي بحاجه واحده بس يا ايمن، بننسى نتيجه المباراه الاولى. مظبوط. بتركز 90 دقيقه النهارده لاخر لحد الحكم ما يصفر. على المستوى الفني والبدني والجماعي والفردي انت احسن بكتير الحمد لله. صحيح. والفروقات وضحت كتير قوي المباراه السابقه، فالنهارده نستغل الوضع بتاع المباراه السابقه ده يديك دفعه، لكن مش هيديك هدوء. اللي انا متاكد منه مفيش هدوء، يعني كلنا الحمد لله كنا لعبنا في النادي الاهلي عارفين الاجواء جوه تبقى عامله ازاي. مفيش حاجه اسمها هدوء. صح. الهدوء بتاعنا ان شاء الله لما ترفع العشرة بس. صح. هو ده اللحظه اللي هتبقى هادي فيها وتفرح فيها. مزبوط. النهارده لا، النهارده لسه 90 دقيقه هيأديها تركيز لحد ان شاء الله الحكم يصفر وانت كسبان ان شاء الله.